عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، كذا تعلن الانطلاقة والتحدي والإثارة منافسة أجواتنا في هذا اليوم الشوط السادس. نسير مع المقدمة والبداية الشبابي لتصدر القيادة أحد الأسماء القوية لسيد سالم بن راشد بن سالم المدهوشي، بينما المركز الثاني وصل في شاهين محمد بن عبد الله النيادي يتواجد على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين لسيد عبد الله بن مصبح الاكتبي يتواجد بو سالم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز شاهين اشطيط بن سعيد بن عامري في رابع المراكز، اما المركز الخامس الحاضر شاهين سلطان بن احمد بن مسلم يتواجد على المركز الرابع. هكذا الإثارة، هكذا التحدي، هكذا المنافسة في مسار هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى تحدي هذا الشوط، إلى قيادة هذا الشوط، المسيطر على المقدمة، المسيطر على المركز الأول، يقدم حضوره، يقدم تواجده الشبابي وسلالة الشبابي، جينات الشبابي على المقدمة، أحد السلالات القوية وأحد المسمى الكبير، مسمى الشبابي، أحد الأسماء المرعبة على مقدمة الشوط. المدهوشي هنا على الصدارة، يدهش الجميع بهذا الحضور المشرف، أهالي الكامل متواجدين حاضرين على المقدمة، يبغي يسلم إلى أهالي الكامل بو راشد على المقدمة وعلى المركز الأول. العصافة البطان، عصاته في بطانه، مسيطر الشبابي، يقود السرب من بداية الانطلاقة وهو على رأس الحربة، كما ذكرت بأن من الأسماء المرشحة، من الأسماء القوية البارزة على الصدارة. المركز الثاني، ثاني المراكز، يتواجد شاهين للسيد حمد بن علي بو ظفيرة. المركز الثالث وصل شاهين أيضا مبارك بن علي بن محمد يتواجد على المركز الثاني، حاضر شاهين، بينما المركز الرابع رابع المراكز يتواجد القادم شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن مطوع. ولكن الشبابي، الشبابي على الصدار، الشبابي طار، طار بقيادة هذا الشوط على المركز الأول، حاضر على البداية، حاضر على المقدمة. سالم بن راشد المدهوشي يقود البداية، يقود الصدارة، يقود المقدمة، حاضرا بمسار هذا الشوط. الله، شاهين على المركز الثاني أيضا يتواجد، واصل بقوة، واصل بقوة، بو علي يقدم لنا حضور شاهين، ولكن الشبابي، الشبابي والمركز الثاني الشيء شاهين. الله الله الله، المدهوشي والعامري، وهناك الواصل على المركز الثالث، ولكن المقدمة، البداية، المركز الأول، التحدي الأول، السيطرة، السيطرة، الشبابي، الشبابي، القيصر، القيصر، القيصر على المركز الأول. ها هو القيصر يقدم حضوره، يقدم تواجده، بو علي على الصدارة، بن سرداح العملاق هنا يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا أحد النجوم،
أحد المسمى الحضور الأول، الحضور الأول في هذا الموسم. سلام بو علي سلام، مبارك بن علي بن سرداح العامري على فوز القيصر بهذا الشوط. المركز الثاني الشبابي سالم بن راشد المدهوشي، المركز الثالث وصل في شاهين محمد بن سعيد بن مطوع، ورابعا حضر في شاهين أحمد بن علي بو ظفيرة. أما التوقيت الزمني 4:42. تهانينا والناموس لمبارك بن علي بن محمد بن سرداح العامري على فوز القيصر بهذا الشوط.